السلام عليكم. نرى فيديو لأحد شياطين الإنس وهو يدلس في دين الله ويحرف القرآن كما يفعل في العديد من فيديوهاته، ثم نعلق عليه. البصر غير النظر، البصر غير إيه؟ النظر. عارفين اللي جاي منها البصيرة، البصيرة مجازا العين الثالثة اللي هي عين العقل، فالبصر غير النظر. عشان كده الأمر أو النهي القرآني هو غض البصر مش غض الإيه؟ النظر. غض البصر، بصرك ما يسرحش. ماشي، مش تقعد ازاي حضرتك، مش كده خالص، انت كده غض النظر مش البصر. الامر غض، النهي غض البصر يا جميل. ما انت ممكن تعمل كده وبصرك بيلعب برضه، ده اللي يتغض يا جميل. على فكره انك تعمل كده اصلا عدم احترام للاخر، ملهاش علاقه اصلا بالدين نهائي. بص في عينيه وكلمه بس بصرك. كما سمعتم، العجب العجاب، اصبح امر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين قله ادب، والعياذ بالله. هذا الوقح، هذا النذل، يقول ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم هو قله ادب كما سنوضح الان. أولا، يقول أن البصر لا علاقة له بالرؤية، بالعين، بحاسة النظر. لا، البصر هو البصيرة. من أين جاء بهذا الكلام؟ لا نعلم. تعالوا نرى علماء اللغة ماذا يقولون عن كلمة البصر وعن معناها. يعني كتاب تاج العروس يقول أن البصر هي العين، هي البصر، تباصر، يبصر، أي رأى الشيء. ويقول أن البصير خلاف الضرير، يعني الأعمى، خلاف الأعمى. ويقول سيبويه نفس الشيء، البصر يعني صار مبصرا، يعني أبصر، يعني أخبر بالذي وقعت عينه عليه، يعني الرؤية. نحن نترك سيبويه ونترك علماء اللغة العربية ونسمع لهذا المتخلف. بل يوجد علم كامل اسمه علم البصريات، ماشي البصيرة في العقل، البصريات، العينين. علم البصريات علم ضخم أنت تنكره نهائيا، يعني تقول أن اسمه خطأ. كذلك القرآن الكريم يقول إن السمع والبصر والفؤاد، يعني بمفهومك أنت لماذا يقول البصر والفؤاد؟ لأن البصيرة مكانها الفؤاد، مكانها التفكير. أنه يقول السمع والبصر والفؤاد. وتفسير علماء الإسلام أن البصر هو ما ترى العين، العين وما تراه العين هو البصر. وكذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصرف بصرك، يعني يأمر الناس أنه إذا رأى فجأة امرأة متبرجة مثلا شيئا حرام، فقال يجب عليك أن تصرف بصرك، يعني أن تصرف رؤيتك، أن لا تراه. وأخيرا نأتي إلى الطامة الكبرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا أمر المسلمين أن يطرقوا أبصارهم، أي أن تجعل بصرك في الطريق. حينما سئل عن نظرة الفجأة فقال أطرق بصرك، فذلك الذي هو يستهزئ به ويقول عنه أنه قلة أدب. تخيل، قلة أدب هو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كان كل شيء عن هذا المتخلف. نسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم. عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا، لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أن